بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زي ما حضراتكم شايفين طوال النهار أو في وسط النهار أو النصف الثاني من النهار حتى الآن لغاية دلوقتي كل مواقع التواصل الاجتماعي واقفة، كل مواقع التواصل المفروض إن هي مواقع للتواصل الاجتماعي واقفة، والحياة بالنسبة للكثير من المتابعين أو الفولورز على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى الواتساب وعلى كل شيء من هذه الأمور متوقفة تماما لغاية دلوقتي. الحقيقة الموضوع صعب جدا بالنسبة لناس كتير جدا، الحمد لله الناس اللي من الناس اللي ما بتستعملش الواتساب تلاقيهم مبسوطين جدا من اللي بيحصل دلوقتي، لأن أمورهم شغالة، الدنيا شغالة عادي جدا وطبيعية جدا. لكن الواتساب واقف، الفيسبوك واقف، انستجرام واقف، طبعا أمور أخرى أو مواقع تواصل اجتماعي أخرى بتؤثر عليها الوقفات دي من كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي العالم كله متوقف. طيب الرياضة كيف ترى أو كيف يرى الرياضيين ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي؟ تخيلوا حضراتكم وأنا هقول أرقام صغيرة جدا جدا عشان تعرفوا إيه اللي ممكن يحصل النهاردة لواحد زي رونالدو، زي ميسي، زي ديفيد بيكم. هذا الثلاثي الحقيقة له نصيب كبير جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي. رونالدو عنده كم واحد أو كم متابع على انستجرام بس؟ 351 مليون متابع على انستجرام، ده رونالدو، وهو أكثر شخص تتم متابعته على تلك المنصة ومختلف المنصات حول العالم. طيب الرقم اللي هقوله اللي جاي هو رقم حقيقي، مش رقم خيالي، هو رقم حقيقي. رونالدو عنده 351 متابع، بيكسب كام بقى من انستجرام؟ بيكسب حوالي 48 مليون دولار في السنة. 48 مليون دولار في السنة الواحدة. البوست الواحد اللي بيعمله رونالدو على انستجرام بيحصل خلاله على صافي ربح 1.6 مليون دولار. فتخيل حضرتك هو في الست سبع ساعات اللي فاتوا هو خسر كام؟ تاني واحد بعد رونالدو هو الأرجنتيني طبعا ليونيل ميسي، عنده كم متابع؟ 271 مليون متابع، بيحتل المركز الخامس في قائمة أكثر الحسابات متابعة. صافي أرباحه من انستجرام كام؟ 24 مليون دولار. يبقى رونالدو 48 مليون دولار، ميسي 24 مليون دولار في العام الواحد. ثالث أكثر اللاعبين أو رياضيين متابعة على كل مواقع التواصل الاجتماعي هو ديفيد بيكم. ديفيد بيكم طبعا النجم الإنجليزي الكبير الحقيقة، ولاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، بيكسب 11 مليون دولار سنويا. الأرقام اللي أنا بقولها لحضراتكم دي يعني رونالدو 48، ميسي 24، بديفيد بيكم 11 مليون دولار. الثلاثة دول النهاردة شوفوا خسروا كام في ست سبع ساعات اللي فاتوا دول، ست سبع ساعات فقط اللي فاتوا، لأنه ودي أرقام عامة اللي أنا هقولها. بلغت خسائر فيسبوك عقب مرور خمس ساعات على تعطل خدماته بشكل مفاجئ حول العالم كام بقى؟ 36 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 565 نص مليار جنيه مصري، يعني عشان ما وجعش دماغ حضراتكم بالأرقام، وذلك وفقا لموقع بلومبرج للمعلومات المالية. أرباح فيسبوك كانت قدرت ب 120 ألف دولار في قد إيه؟ في الدقيقة الواحدة. 120 ألف دولار في الدقيقة الواحدة وفقا لتصنيف إيرادات الشركات العالمية في النصف الأول من عام 2011 أو 2021. وبالتالي أنا بس حبيت أوري حضراتكم إن الرياضة لها نصيب كبير، يعني إحنا لغاية دلوقتي من بقالنا ساعتين ثلاثة تقريباً بنبحث عن أكثر الرياضيين اللي خسروا خلال هذه الفترة أو كل المعلومات عن هذه الأمور. تخيلوا حضراتكم مش عارفين حتى نبص على الإنترنت ونشوف الدنيا ماشية إزاي، أو نعرف من مصادرنا أو من معلومات إيه اللي بيحصل في العالم كله. الناس كلها محدش عارف حاجة، كل اللي بتسمعه من القنوات الأجنبية أو من القنوات اللي بيبقى فيها في أمريكا مثلا إيه اللي بيحصل هناك وكيف يتم العمل في هذا الموضوع، أو من المواقع العامة في العالم كله الحقيقة. وبالتالي
كله متوقف، كله ميت الحقيقه. انستجرام، فيسبوك، واتساب واقفين تماما تماما. تويتر حتى تعطل ساعه ولا ساعتين وبعدين رجع تاني، وبعدين بس تقيل جدا في الشغل عليه. في النهايه العالم كله متوقف، او العالم كله اوف لاين الحقيقه، بسبب توقف مواقع التواصل الاجتماعي.